يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الجمعة طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ومعتدل ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على عدد من محافظات ومدن الجمهورية: القاهرة العظمى 32، الصغرى 19، الإسكندرية 25 17، مطروح 24 16، بورسعيد 25 17، الإسماعيلية 32 16. أما عن السويس فالعظمى 32، الصغرى 18، العريش 26 16، طابة 29 21، شرم الشيخ 34 23، الغردقة 34 23. والأقصر 36 24، أسوان 37 25، الوادي الجديد 37 21، شلاتين 34 22، حلايب 31 23. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.